عليكم، معكم أسامة الأزهري لاعب منتخب الوطني لكرة الطائرة الشاطئية كبار. الحمد لله على كل حال، كيف ديما خسرنا هذا الماتش 2-1 على تفاصيل صغيرة بزاف، ما حالفناش، نقولوا ما حالفناش شوية الحظ، ولكن حنا درنا دي فوت بزاف اللي خلاو الفريق الخصم يثق في راسه ويفوز علينا في هذه المباراة. ولكن الحظ ديالنا كبير الحمد لله مع الثنائي اللي مازال غيلعب جولدن ماتش مع فريق مصر، مع منتخب مصر، وكنتمناو له حظ سعيد ان شاء الله الفوز ان شاء الله. شكرا بزاف. اولمبياد ان شاء الله، هذا هو المستقبل ديالنا كاملين. شكرا. هذا هو الرهان، وهذا هو اللي غادي يكون ان شاء الله. السلام عليكم، معكم سفيان الغروطي لاعب المنتخب الوطني. الحمد لله قدرنا اننا ندوزوا للربع النهائي اللي استطعنا اليوم نلعبوا ضد مصر. ما حالفناش الحظ في الجوله الاولى، من بعد ما المكلاسين لو بروميير في افريك. كنشكر جميع الجماهير اللي تابعونا في هذا التورنوا هادي، والحمد لله كنوعدكم ان شاء الله غندوزوا الاولمبياد ديال طوكيو ان شاء الله ديال 2021.